معايا كمان مراسلنا وزميلنا العزيز رامي محمد من العالمين الجديدة. ازيك يا رامي؟ وقول لي ايه الاخبار عندك وشايف ايه واحكي. ازيك يا يوسف، وتحياتي لكل متابعينك. ويمكن كمان من ضمن الجمل اللي اتكلمت عنها وباكد عليها، هي فعلا نقله نوعيه في كل شيء. وكمان دعني اضيف من الشعر بيت، بان هي عدد من العناوين في مدينه العالمين الجديده. بنتكلم عن التنوع، عن الزخم، عن الرواج، عن الترويج السياحي كمان. لو اتكلمنا عن التنوع اللي بيأتي من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة، فعاليات رياضية، فعاليات فنية وثقافية بأكثر من منطقة. لو اتكلمنا كمان عن تنوع في المناطق، منطقة العالمين أرينا اللي بتشهد الحفلات الغنائية والطربية لأكبر ولأفضل نجوم الشرق الأوسط ومصر والوطن العربي من المطربين وغيرهم. كمان لو اتكلمنا عن رمال وشواطئ العالمين اللي شهدت عدد من الأنشطة الرياضية، نتكلم عن رياضة كمان البادل، بنتكلم عن الكرة الشاطئية، نتكلم عن العديد والعديد من الأنشطة الرياضية اللي أقيمت على شواطئ ورمال العالمين. أما مياه العالمين كمان اللي شهدت عدد من العروض الخاصة بالمراكب، وكمان عدد من الفعاليات وأيضا المسابقات الرياضية. بنتكلم عن ترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي، وكمان بنتكلم عن الجيت سكي، وعن كمان العروض المختلفة للمراكب اللي كانت موجودة على مدار أيام مهرجان العالم عالمين. حتى سماء العالمين لم تسلم من الفعاليات، كانت هناك عروض لطائرات الار سي وعدد من الطائرات خلال الايام السابقه اللي شهدت رواج كبير جدا. التنوع ده ادى لحاله الزخم، ادى لحاله الرواج الكبير جدا اللي بتشهده اغلب اماكن العالمين. نتكلم عن منطقه الابراج اللي اصبحت الان لاند ماركس كمان وعلامات بارزه من مدينه العالمين والساحل باغلبه. لو اتكلمنا كمان عن الممشى اللي متواجد فيه الان والحاله من خلفي ومن جانبي ومن امامي، تواجد لعدد من الجمهور ومن المواطنين المصريين والاخوه العرب، وكمان تحديدا المصريين المقيمين في الخارج اللي اتوا خصيصا لمدينه العالمين مباشره لقضاء عطله نهايه العام. لو بنتكلم عن العام خاص بالعام المهني وبعد كمان قضاء عطلات الصيف، كمان الاوقات اللي بيكون فيها موجوده حفلات بتشهد حاله من الرواج الكبير. التنوع ده ادى لحاله الزخم، ادى لحاله الرواج، ادى كمان لحاله الترويج السياحي الكبير جدا لمدينه العالمين اللي اصبحت دلوقتي علامه بارزه. اتكلمت من شويه مع عدد من الجمهور والمواطنين اللي موجودين اللي بيتكلموا عن ان اي حد متصور في اي بقعه في اي موقع في العالمين، الناس بتشوف الصوره في اي مكان في العالم بتقول خلاص المكان ده بقى معروف، بقى مكان سياحي كبير جدا. لو اتكلمنا عن الفعاليات اللي اتت بروح كبيره جدا وادت لحاله الزخم والرواج ده، خلت مدينة العالمين قابلة لاستقبال في هذا العام بنتكلم عن أكثر من مليون زائر. ومع اكتمال الإنشاءات، مع استمرار كمان الفعاليات الخاصة بمهرجان العالم عالمين اللي في دورته الأولى، أدى لحالة كبيرة جدا. وكما سمعت من كتير جدا من المواطنين هنا أنه ولد كبيرا مهرجان العالم عالمين. كمان لو اتكلمنا عن الجانب الفني والجانب الخاص بالدراما، مهرجان الدراما اللي شهد حالة من الحضور الكبير جدا للفنانين المصريين والعربيين اللي أدى لحالة صورة اكتملت الصورة بشكل كبير جدا. بنتكلم عن مهرجان بدأ من شهر يوليو، شهر أغسطس، وحتى الأول من سبتمبر بنتكلم عن مهرجان ولد كبيرا بمعنى الكلمة. حالة من الرواج والتنوع والزخم بتشهدها مدينة العالمين تحت عنوان العالم عالمين. 60 يوم يا رامي تقريبا، 60 يوم فيهم رياضة، فيهم ترفيه، فيهم دراما، فيهم موسيقى، فيهم عروض أزياء، فيهم سباقات عربيات، فيهم استعراضات، فيهم حفلات في الشوارع مجانا، يعني عشان برضو نبقى ما بين قوسين كده، عروض مجانية تملأ شوارع العالمين، شوارع العالمين وليس فقط الخط الشاطئي وحسب. يعني وده يخليني هسألك يا رامي، وانت بتشوف الناس هناك زي ما انت وصلت كده، الجمهور، الناس، خلق الله، يعني هل هم من طبقة الأغنياء بس ولا هم من كل الطبقات؟ خليني أكد كمان على أكتر من معلومة قلتها، هي فكرة مسرح الشارع كان موجود بشكل مجاني لكل مرة في شوارع مدينة العالمين. وأغلب الفعاليات الرياضية اللي بتبقى موجودة بتبقى متاحة للجمهور إن هم يتابعها وكمان يتفاعلوا معاها. أنا عايز أقول لك وأنا بتكلم معاك دلوقتي في مجموعة من الجمهور كمان بيتصوروا، موجودين على شمالي دلوقتي بياخدوا عدد من الصور واللقطات
في ممشى وفي أبراج وفي شوارع مدينة العالمين، وأنا موجود معاك. كمان لو بنتكلم عن التنوع، التنوع ده أدى مش بس كمان أن بيكون في عدد كبير وفي زخم من الجمهور، التنوع كمان في الحضور وفقا للأعمار. الأسرة المصرية بأكملها موجودة. أنا قمت بعمل عدد من اللقاءات من شوية مع أعمار مختلفة جدا، الأطفال وجدوا الأنشطة ووجدوا الفعاليات بتاعتهم، كمان الكبار والشباب وغيرهم. الأسرة المصرية بأكملها موجودة في مدينة العالمين الجديدة، وفعلا المهرجان أدى لحالة من الرواج الكبير جدا، وإداها روح وخلى فيه أنشطة كبيرة جدا في كل مكان في العالمين، في أنشطة مختلفة. أشكرك يا رامي، ألف 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 شكر ليك. استمتع يا عم، يا بختك، هيص. كل الشكر زميلي العزيز رامي محمد من العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين 2023.